السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم غادي نخدم معكم واحد الهبيطه سهله بسيطه، هكا هي كتخدميها بمسوس مع غوزه مطروزه. هنا البنات غادي نبدا ببناء الغرز من الفتحه ديال العنق كيف ما كنعملوا دائما، كنبداو بناء الغرز. هنا غادي نبدا على 5 ديال الغريزات على هذا الشكل. فالبنات اللي كيخدموا هكايا الرانطة راهم عارفين بناء الغرز، واللي مبتدئات تبعوا الفيديو حتى الاخر. هنا البنات عملت الغرزة الثانية، وهنا كنرجع، وكذلك هذه الغرزة الثالثة على هذا الشكل، وغادي نرجع مع هذه العين كنعمل غريزة، وكذلك كنعمل الرابعة. وهنا كذلك كنرجع، فسمحوا لي طولت عليكم الفيديو. هنا الطالب الاخوات المبتدئات كنعمل بناء الغرز من، يعني كنبدا معكم من الاول. هنا البنات عملت 5 ديال الغريزات على هذا الشكل، وغادي ناخذ الطرف الثاني المقابل كنعمل فيه غريزه على هذا الشكل، ونرجع نعمل الغريزة الخامسة، وهنا غادي نضرب في الثوب، وكذلك غادي نرجع كل عين كنعمل فيها غريزة حتى كنكمل 5 ديال الغريزات اللي عندي او الغرز على هذا الشكل. وهذه الغرزة الأخيرة. هنا البنات غادي نعمل ضربة في الثوب على هالطريقة، فلاحظوا معايا هنا، وهنا كذلك غادي نعمل الضربة الثانية، وهذه الضربة الثالثة. فهذه هي الطريقة اللي غادي نبقى خدامة بها. وهنا غادي ناخد أول عين عندي غادي نعمل فيها غريزة على هالطريقة، وكنخلي الخيط قياس المسافه يعني ديال هاد 3 ديال الضربات. وهنا كنرجع في هاد الخيط كنعمل فيه 3 ديال الغريزات على هاد الشكل، يعني الطريقه البنات ديال المسوس. وهذه الثالثه، ولاحظوا معايا البنات كذلك كنرجع للعين الثانيه وكنعمل فيها غريزه، والخيط دائما كيبقى لي المسافه ديال هاد الغرز 3 اللي عندي. هنا كنرجع مع هذا الخيط كذلك نعمل فيه 3 ديال الغريزات، ونرجع للعين الثالثه على هالطريقه، كذلك غادي نعمل فيها 3 ديال الغريزات في هذا الخيط، يعني نفس الطريقه كتبقى تكرر البنات على 5 ديال الغريزات، يعني العوينات اللي عندي بخمسه كنعمل فيهم 5 ديال هكايا غريزات، وكنعمل كذلك فيهم 3 ديال الغريزات على الطريقه ديال المسوس. البنات الطريقه كتبقى راه سهله، غير تبعي الفيديو حتى الاخر، والا ما فهمتيش شي حاجه فيمكن لك تعاودي تفرجي في الفيديو باش هكايا، اولا توقفيه حتى تفهمي. هنا البنات هذه اخر غرزة، فلاحظوا معايا هكايا كيف جات. وهنا غادي ناخد العين الاولى العين الثانية، وهنا غادي ناخد ضربة في الثوب، يعني القياس ديال الجهة المقابلة. هنا كنرجع بين كل غريزة وغريزة وكنعمل غرزة هكايا، وكنحاول انني نزير باش تجيني الخدمة يعني متساوية. هانتوما البنات رجعت 5 ديال الغرز اللي عندي على هذه الطريقه، وهنا غادي نضرب في الثوب وكنرجع نعمل 5 ديال الغريزات. وغادي نضرب في الثوب وكذلك كنرجع بنفس الطريقه، يعني نعمل 5 ديال الغريزات. بالنسبه ليا هنا غادي نبقى نخدم
الحصيرة حتى نوصل لواحد القياس اللي غاد نعمل عليه الكوزة، عاد نعمل الخدمة ديال المسوس. يعني غاد نخدم واحد المسافة عاد نرجع للخدمة ديال المسوس. وهنا البنات غادي نحاول نسرع الفيديو لأنها غير حصيرة هنا، يعني غاد نخدم غير غرز عاديين، يعني غير حصيرة، فما كاينلاش أنني نضيع لكم الوقت. غادي نخدم واحد المسافة كيف ما قلت لكم اللي نقدر نخدم عليها، يعني نطرز عليها الكوزة. وبالنسبة لكم إلا بغيتوا تعملوا بين هاد الخدمة ديال المسوس هكايا جاكار أو لا أي خدمة فيمكن لك، بغيتي تهبطي بيها كاملة غير مسوس فيمكن لك، فأنا كنحط لكم الفكرة والابتكار كيبقى ليكم يعني. وهنا البنات بنفس الطريقة كيف ما لاحظتوا معايا غادي نبقى خدامة على هاد الشكل. هنا الى لاحظتوا معايا يعني عملت 8 ديال الضربات. الى بغيتوا كوزه بحال هكايا مطروزه بحال اللي خدمت انا، فيمكن لكم انكم تعملوا 8 ضربات بين المسوس والمسوسة. البنات هنا 8 ضربات في الثوب، عاد بداو الجهه الثانيه ديال المسوس كيف ما لاحظتوا معايا، عملت 8 ديال الضربات عاد بديت هاد 3 ديال الضربات ديال المسوس. هنا البنات كيف ما لاحظتوا معايا عملت 3 ديال الضربات في الثوب، وكنرجع بنفس الطريقه كنعمل غريزه في العين الاولى ونرجع مع هذا الخيط، كذلك نعمل 3 ديال الغريزات على هذا الشكل. نرجع للعين الثانيه بنفس الطريقه 3 ديال الغريزات كذلك، وهذه 3، والعين كذلك الثالثه كنعمل غريزه وثلاثة في هذا الخيط. وهذه الرابعه وكذلك 3 ديال الغريزات. وهذه العين الاخيره اللي هي الخامسه وكذلك 3 ديال الغريزات على هذه الطريقه. وهنا كنعمل الضربه الاولى الضربه الثانيه والثالثه، غادي نعمل فيها غريزه او لا ضربه على هذا الشكل، وكنرجع مع هاد العوينات اللي بين هاد المسوس كل عين كنعمل فيها غريزه على هذا الشكل. هذه الثانيه وهذه الثالثه وهذه 4، وكنحاول انني نزير البنات الخدمه باش ترجعوا هاد الخدمه ديال الحصيره اللي خدمنا. وهنا غادي نضرب في الثوب على هاد الطريقه. هنا غادي نرجع
نعمل خمسة ديال الغريزات بنفس الطريقة البنات. ضروري انني نرجع باش نثبت هاد الغرز اللي عندي او هاد المسوس هكا يجي واقف وتجي الخدمة متقونة. وهنا بنفس الطريقة غادي نضرب في الثوب وكنرجع مع هاد العوينات كل عين كنعطيها غريزة. بالنسبة البنات انا هنا غادي نعمل المسوس يعني هاد الخدمة ديال المسوس. فإلا بغيتوا تخدموا مباشرة الجوزة فيمكن لكم أنكم تعملوا الحصيرة 8 ديال الغريزات في التوب وكتبداو المسوس. إلا بغيتوا تخدموا نفس هاد الموديل البنات اللي في الصورة. أما إلا بغيتوا تخدموا بحال الخدمة اللي خدمت أنا فيمكن لكم تتبعوا الطريقة اللي غادي نخدم هنا البنات. غادي نخدم هنا 3 ديال الصفوفة ديال المسوس عاد نبدأ هاد الحصيرة ديال اللي غنعمل عليها الكوزة. وهنا البنات نفس الطريقة غادي نخدم بها المسوس على هاد الشكل. غادي نبقى نعاود نفس الخدمة. وهذا هو الشكل النهائي كيف ما كتلاحظوا معايا. غادي نخدم معكم هكايا غير شويه حتى نوريكم الطريقه وغادي نكمل الخدمه ديالي. هنا البنات غادي نطرز هاد الحصيره كما لاحظتوا معايا راه 8 ديال الغريزات بين كل مسوس ومسوس. هانتوما البنات 8 ديال الغريزات في هاد الحصيره و8 في هاد الحصيره يعني هذا هو الحساب اللي غتبقاو خدامين به. فإلا بغيتوا راه يمكن لكم تخدموا 9 ديال الغريزات بين التوب والتوب 3 ديال الغريزات فالاختيار كيبقى لكم البنات. انا كيف ما قلت لكم كنوريكم الطريقه وانتم كتبتكروا فيها. هذا هو الشكل النهائي ديالها. اتمنى فيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم والى اللقاء.